لو قال قائل ما هي تلك الساعة؟ أحددت في وقت معين أم ماذا؟ فالجواب عن هذا أن العلماء اختلفوا في ذلك على أكثر من 40 قولا، ذكرها ابن حجر رحمه الله في الفتح والشوكاني في نيل الأوطار. وليعلم أن تلك الأقوال المذكورة قال فيها ابن حجر رحمه الله مع تعددها قال فيها قولا جميلا، ما هو؟ قال الذي ورد من حيث الصحة كما عند مسلم وهو حديث أبي موسى الأشعري أنها من حين ما يجلس الإمام على المنبر إلى أن تقضى الصلاة، أو حديث عبد الله بن سلام عند الترمذي وغيره أنها بعد العصر. قال وما عدا هذين القولين من الصحابيين رضي الله عنهما فيما رواياه من تلك الأقوال، إما أن تكون تلك الأقوال داخلة في هذين القولين، الأقوال الأكثر من 40، إما أن تكون داخلة في هذين القولين أو في أحدهما، أو عليها دليل ضعيف، أو عليها قول لا دليل عليه. وأما ما جاء من أحاديث التي ذكرت وهي أحاديث لا تصح نبينها مما استدل به على بعض الأقوال، وأما ما جاء من أحاديث التي ذكرت وهي أحاديث لا تصح نبينها مما استدل به على بعض الأقوال، ما جاء أن ساعة الجمعة التي يستجاب فيها من أنها تكون من بداية خطبة الخطيب إلى نهاية الخطبة فهو حديث ضعيف لا يصح عنه صلى الله عليه وآله وسلم. وكذلك ما جاء من حديث من أن ساعة الجمعة التي يستجاب فيها أنها من حين ما تقام الصلاة إلى أن يقف الإمام في مصلاه فهو حديث ضعيف لا يصح عنه صلى الله عليه وآله وسلم. وكذلك ما جاء من حديث من أن ساعة الجمعة التي يستجاب فيها من أنها من حين ما يقوم الإمام في مصلاه إلى أن يفرغ من الصلاة فهو حديث ضعيف لا يصح عنه صلى الله عليه وآله وسلم. وما جاء من حديث من أن ساعة الجمعة التي يستجاب فيها تكون فقط في صلاة العصر في ثنايا الصلاة فهو حديث لا يصح عنه صلى الله عليه وآله وسلم. وما جاء من حديث وهو حديث فاطمة عند الطبراني من أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا دنت الشمس للغروب ففيها ساعة الاستجابة ليوم الجمعة، فكانت فاطمة تأمر غلاما لها يقال له زيد فإذا دنت الشمس للغروب إذا بها تدعو، أيضا هذا حديث لا يصح عنه صلى الله عليه وآله وسلم. وما جاء من حديث من أن ساعة الجمعة رفعت نهائيا وليست موجودة فهو حديث لا يصح، روى عبد الرزاق أن أبا هريرة رضي الله عنه سئل أساعة الجمعة رفعت؟ فقال رضي الله عنه كذبوا. قيل له أهي باقية في كل جمعة؟ لأن هناك من يقول إنها في جمعة واحدة من السنة، قال هي في كل جمعة. هذا الحديث حديث صحيح، فيرد هذا الصحابي رضي الله عنه على من يزعم أنها رفعت. أرجح هذه الأقوال كما قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد أرجحها بعد العصر، ولا سيما في آخر ساعة من ساعات العصر، ولذلك قال الإمام أحمد الساعة التي بعد
صلاة العصر من يوم الجمعة يعظمها أهل الملل. الذي يلي ذلك في الصحة يعني أقل هي ما بين أن يدخل الخطيب فيجلس على المنبر، يعني من حين ما يجلس على المنبر إلى أن تقضى الصلاة. وهذا الحديث في صحيح مسلم، والصحيح أنه مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، خلافاً للدارقطني الذي قال إنه موقوف، فإن هذا الحديث في صحيح مسلم. هذا أولاً. الأمر الثاني أن البيهقي رحمه الله نقل عن مسلم أنه قال هو أصح حديث في هذا الباب وأجوده، وكذلك قال البيهقي وكذلك قال القرطبي، فدل هذا على أن هذا الحديث صحيح مرفوع وليس موقوفاً على أبي موسى الأشعري، وذلك لأن مخرمة لو قيل إنه لم يسمع عن أبيه بكير ابن عبد الله الأشج فإن في ذلك اختلافاً، فإن هناك من قال إنه سمع من أبيه كما في تهذيب التهذيب، وهذا يدل على أن الإمام مسلم رحمه الله وضع هذا الحديث في صحيحه على أنه مرفوع، ولو قال الدارقطني رحمه الله ما قال. ولذلك قال النووي رحمه الله، وهذه قاعدة ضعيفة عند كثير من المحدثين، إذا تعارض الوقف والرفع أو الإرسال والوصل قدموا الإرسال والوقف، والصحيح ما عليه الأصوليون والفقهاء والبخاري ومسلم وما عليه محقق أهل الحديث من أنه إذا تعارض رفع ووقف أو وصل أو إرسال قدم الوصل والرفع لأن معه زيادة علم. ثم لو تنزلا من أن مخرمة رحمه الله سمع من أبيه وجاده، يعني وجد كتبا لأبيه ولم يسمع من أبيه، فإن الحكم بالوجادة في إثبات الحديث فيها نزاع، والصحيح كما قال النووي أنها تجوز إذا حدث بذلك الثقة. وأما كون بكير مدني وأن هناك من الكوفيين من رواه وهم جماعة رووه عن أبي بردة وهم أعلم بحاله، فهذا كما أسلفنا لا يتعارض. خلاصة القول أن هذا الحديث، وذكرت ذلك وللحديث أيضا كلام كثير في إثباته هذا الحديث، وللأسف لم يعط حقه ممن أعلمه من أناس ومن علماء هم يحققون وحريصون على تحقيق الحديث كالألباني وغيره، لم يعطوه حقه في البحث والتمعن، ولذلك إن صح التعبير فإن هذا الحديث ظلم من بعض هؤلاء العلماء. إذن كما قال ابن القيم رحمه الله، وكأن هناك إشارة من ابن عبد البر إلى ذلك، وكأن هناك إشارة من الإمام أحمد كما قال ابن حجر رحمه الله في الفتح، من أن هذين الوقتين وقت استجابة للدعاء في يوم الجمعة. ما هما؟ بعد العصر وأرجاها آخر ساعة بعد العصر، يلي ذلك من حين ما يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة. قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد ولا يمنع هذا، وذكر أدلة على أنه يمكن أن يكون هذا وهذا، مثل المفلس كما في صحيح مسلم الذي ليس عنده درهم ولا متاع، مع أن المفلس قد يكون الذي أفلس من حسناته، وذكر أدلة تشابه ذلك.